مرحبا وكيف الحال؟ شو الأخبار؟ اليوم رح نحكي عن نصائح هيك حلوة رتبت لكم إياه في موضوع النمو لحساباتكم على المنصات الاجتماعية. فحندخل ونحكي عن منصة اللينكد إن ومنصة التويتر وشوي على الانستغرام إشي بسيط، لأني ركزت أنا على اللينكد إن وتويتر لأنهم هدول أفضل منصات للبي تو بي ماركتينج وبفيدوكم انتو ك ستارت ابس بهذا الموضوع. بالاخر في بعض التيبس هيك عن السيرش، يعني في بعض لما نعمل سيرش على محرك البحث على جوجل في بعض الكودز اذا بنستخدمها بيعطونا نتائج اقوى بكتير من البحث الطبيعي، فحنشوف واحده ولا الثانيه ونبدا هلا المحاضره. بسم الله. اوكي، فاليوم رح نحكي شوي عن growth hacking tips على اساس انه نحصل على reach اكبر وleads اكتر. ففي عندنا هنا اوكي ممتاز. هلا اول شغله انه انا نحضر شوي اضبط البوردرز. اوكي، اول شغله LinkedIn users. عجبني كتير مقاله عند شخص اسمه بروس، هو مختص في موضوع اللينكدين والمحتوى على اللينكدين، وقسم مستخدمي اللينكدين الى اربع انواع. حكى انه في عندنا 1% من مستخدمي اللينكدين هدول نشطاء بشكل يومي وبنشروا بنشروا محتوى اولموست بشكل يومي، فهدول هذا 1% فقط. بعدين في 9% موجودين بشكل أسبوعي بس ما بنشئوا محتوى ولكن متفاعلين. أوكي، في 30% هدول consume content، بيستهلكوا المحتوى بشكل عالي فبيقروا بشكل عالي ولكن ما بتفاعلوا ولا بنشئوا محتوى. والباقي 60% هدول احنا مسميهم مزهريات، هدول ما بيعملوا أي شيء. طيب حلو، ليش مهم انه نعرف مين هم انواع اللينكدين يوزرز مستخدمي اللينكدين وكيف ممكن نتعامل معهم؟ فبحكي لكم لما بدنا نبحث ونشبك مع هدول الاشخاص بدنا نعرف اول اشي لما ادخل على حساب اي حساب من شكل الحساب لازم اعرف هذا المستخدم ينتمي الى اي فئة. فنبدأ بالستين. 60% اللي هم سكيني انا بسميهم مزهريات، هدول الناس ما بكون عندهم صورة بروفايل، ما بكون عندهم صورة الغلاف، المعلومات ضئيلة، ما في عندهم الأباوت سيكشن، فهدول زيرو انتراكشن، زيرو بريزنس حتى تقريبا، وبدخلوا مرة كل 3 أشهر 4 أشهر يعني بالغلط. فبحكي لكم كيف ممكن نستفيد من هذا الحساب الميت المزهرية. بحكيكم هذا مستحيل إنه نتواصل معه من خلال التراسل، ما راح يفيدنا وتضيع الوقت لنا. طيب ايش ممكن نستفيد؟ ممكن نستفيد انه نعمل ريسيرش. فهذا الشخص ممكن نلاقي ايميله بالغلط موجود، ممكن نعرف مين الاصدقاء المشتركين بينه وبينه، ايش الجروبات اللي بيكون هو متواجد عليها، ايش بعض الحسابات الاخرى ممكن نلاقيه مثل ما ياخذ اسمه بالضبط ندور عليه على تويتر او مكان اخر. فبحكي لكم لما ندخل على حساب المزهريه، نسميه مزهريه، ندخل لغرض الريسيرش والبحث عن معلومات عن هذا الشخص للتواصل معه بطرق اخرى غير اللينكدين. طيب اوكي، بالنسبه لموضوع ال 30% هذا الشخص اللي هو بيستهلك محتوى بشكل عالي ولكن ما بتفاعل ولا بسوي أي شيء. طب كيف نعرف مين هذا الشخص؟ بحكي لكم أنه عنده بكون صورة البروفايل وصورة الغلاف، حاطط عنده مهارات، آخر خبرة، آخر مسمى وظيفي ما بكون معتني فيه كتير ولكن المسميات الأخرى بتكون تقريبا مليانة، فبكونوا هم ممكن نتواصل معهم من خلال الإيميل أو أنه نتواصل معهم
من خلال التراسل، بس هذا بيكون آخر خيار لنا. ف نأخذ معلومات عن هذا الشخص، بتواصل معه من خلال إيميل أو تويتر، وممكن تواصل معه من خلال ماسنجر، بس ما تتوقع أنه راح يرد علينا لأنه مش نوعيته هيك. فبصير بيكون آخر خيار أنه تواصل معه من خلال ماسنجر. فصار عندي اثنين هلأ، أصعب اثنين كيف ممكن أتواصل معهم؟ المزهرية من خلال استخدام الحساب تبعهم كبحث عنهم وين حساباتهم الأخرى، وكمان عندنا على المستهلك للمحتوى من خلال التواصل معه على الإيميل أو الحسابات الأخرى زي تويتر. طيب نيجي هلأ للمتفاعل. هذا الشخص متفاعل، حسابه كامل تقريبا. هنا ندرس إيش نوع التفاعل طبعه. فهو بتفاعل فقط مع الموظفين والزملاء ولا بتفاعل مع كل الناس؟ التفاعل بيحكي بس كلمة واحدة ولا بكتب بإسهاب؟ فمن هنا مندرس إيش نوعية التفاعل تبع هذا الشخص والنشاط تبعه. ومن الدراسة بنعرف إنه هو بتفاعل مع الزملاء فقط، بتفاعل بكلمة واحدة فقط، أو إنه لا بتفاعل بجملة، لا بتفاعل وبكتب وبأخذ رأيه، بتفاعل مع الكل ولا لا. من هنا نقدر نحكي إنه ممكن ندخل على قسم الأكتيفيتيز تبعته، الأنشطة على اللينكدإن، ونشوف وين بتفاعل أكتر شيء مثلا، أو على أي مواضيع بتفاعل عليها، وبتفاعل مع الغرباء ولا لا، ولا بس مع الزملاء. ومن هناك ندرس شخصيته ونقدر نتفاعل على تفاعله. فنقدر مثلا أنه أنا عارف أنه هذا الشخص بحب دائما يحكي بالإنفستمنت، وبشوف أنه بتفاعل كتير على حسابات الإنفسترز ولا كذا زي هيك، فبصير أني أنا أدخل عليه وأحكي في هاي المواضيع، أعلق عليه بهاي المواضيع، فبصير أنا موجود على الرادار عنده. وبعدين بقدر أبعت له رسالة بعد ما شافني أكثر مرة تفاعلنا على نفس الموضوع، وهنا بتكون نسبة النجاح أو قبول التواصل أعلى. هلأ لما كل هدول الأشخاص لما أتواصل معهم، الهدف دائما إنهم يقبلوا طلب الصداقة، هذا دائما الهدف. فأكبر غلطة الناس بيسووها إنه من أول تواصل معهم بحاولوا يبيعوهم، وهذا خطأ. أول إشي أنا الهدف مش أبيع، الهدف إنه يقبل الصداقة. فدائما إني أعرف عن نفسي، أشوف إيش الشغلات المشتركة بيني وبينهم، وهنا بشتغل على هذا الموضوع على أساس أنهم يقبلوا الصداقة. طيب نمبر 1، الشخص اللي هو أكتف ما عندنا أي مشكلة معه، حسابه كامل 100%، بنشر بشكل يومي. فإحنا دائما برضو بنشوف قسم الأنشطة وبنشوف أنه بتفاعل، وبنشوف أنه بينشر محتوى بشكل يومي. فهنا زي ما حكينا مرة بأول محاضرة أنه كيف بنزور حسابهم، هاي واحد. بعدين نسوي المتابعة، 2، مش طلب صداقة، متابعة. بعدين بنشوف إيش في أصدقاء مشتركين بينه وبينهم أو جروبات. وبعدين بنبعث لهم رسالة تكون رسالة قصيرة واضحة ومؤدبة وفيها إطراء. فأول إشي بنبعث إنه مرحبا لما impressive profile أو impressive career path. بعدين نحكي مندور، إحنا عندنا 4 فرص نحكي لهم إيش الشغلات المشتركة، إما إحنا بنفس المدينة أو نفس مجال العمل أو بجروب مشتركة أو في أصدقاء مشتركين بيننا. وبنذكر واحدة من هدول الـ3 الـ4 اللي في اشتراك بينه وبينهم، نحكي لهم إحنا شفنا إنه أحمد وياسين أصدقاء مشتركين بيننا وأنا اشتغلت معهم أو كذا أو أو أو. وبدل ما نطلب منهم مساعدة، ما نطلب مساعدة بالمرة ولا بنحاول نبيعهم، نعرض عليهم مساعدة. إذا حابة إنه أنا أقدمك لأي حدا، introduce you، أسوي لك introduction لأي حدا من النتورك عندي، أنا جاهز. بنهي هاي الرسالة. فهنا بعد ما شفتني أنا على الرادار إنه خالد زار وتابع وتفاعل معي على واحدة من البوستات، وبعدين بعت لي طلب صداقة، فهنا نسبة القبول حتكون أعلى. فمهم إنه إحنا نعرف إيش هي أنواع الناس موجودين على اللينكدإن وكيف ممكن نتفاعل معهم. في خاصية جديدة فتحت باللينكدإن اللي هي تحويل الحساب إلى كرياتور مود، وهي موجودة بالإنستغرام. فالإنستغرام عندنا حساب شخصي، فبحكي لك إذا أنت منشئ محتوى ممكن تحول حسابك لكرياتور، أو إذا أنت عندك خدمات أو عندك منتجات بتحاول تبيعها ممكن تحول الحساب تبعك إلى بزنس. وفي فائدة كبيرة من هذا الموضوع، بصير عندنا خاصية الإعلانات، بصير عندنا
هذا الكلام على الانستغرام، وبصير عندنا الانسايت، نشوف التحليلات اللي عم بتصير عندنا، والتحليلات بتساعدنا لما بدنا ننتج ونخطط للمحتوى. فاحنا بنشوف وحنشوف كمان بعدين بالمحاضرة كيف انه كل نوع بوست على او كل نوع محتوى على الانستغرام بجيب تفاعل بشكل مختلف. فالكريتر مود على اللينكد ان إشي جديد، ولما نفعله بصير عندنا شغلات كتير. واحدة منهم انه صورة البروفايل ممكن انا استثمرها اني اعمل فيديو من 30 ثانية، فانا ممكن اسوي فيديو ب 30 ثانية اقدم نفسي او الستارت اب تبعي، او اسوي زي الاليفيتر بيتش خلال 30 ثانية، وهذه بتفيدني انه تجذب ناس ويبعثوا لي طلبات صداقة على لينكدين. صار هلأ بقدر أضيف 5 هاشتاجات في مجال عملي على حسابي على لينكدين. دائما بحكي لكم لما بكم تضيفوا هاشتاجات للصفحة الخاصة أو للشركة، ضيفوا هاشتاج واحد باسم الستارتاب أو هاشتاج واحد باسم اسمنا الشخصي، والباقي بالمواضيع المهمة لنا. طيب you get more prominent feature section. هلا section feature section كان تحت رفعوه فوق وصار واضح وظاهر أكثر، فممكن برضو نضيف عليه ملفاتنا وفيديوهاتنا، فالناس ممكن تشوف بالضبط إيش الخدمات اللي إحنا بنقدمها. social proof within activity section. آخر شيء LinkedIn swipes your content button to follow. yes. هلا الزر الديفولت بوتن على حسابنا على لينكدين لما حدا يزورنا لأول مرة يوجولي بالشكل العادي هو بيكون كونكت، طلب صداقة. في طريقة اني انا اروح وحوله الى متابعة، فلانه الاصدقاء او الكونكشنز على لينكدين الحد الاقصى 30,000، ولكن المتابعين ما في حد اقصى. فلما نحول لكرياتر هو بحولنا إياه أوتوماتيكلي من كونكت إلى فولو، فكل الناس بروحوا للديفولت بوتن والديفولت هيكون فولو، فحصير جينا متابعين بدون ما يزيدوا عدد الكونكشنز تبعونا. إذا حد بتسوي لنا كونكت لازم يروح على مور وبعدين طلب كونكت. فهاي الشغلة حلوة، وأنا من زمان حولت الزر هذا للمتابعة قبل الكرياتر مود. أوكي، طب إيش أنواع المحتوى على لينكدين؟ ويعني اذا احنا نفكر معظم الناس، يعني الناس نوعين على لينكدين بشوف، اما انه بنزلوا فقط نوع محتوى متخصص بروموشنال عن الخدمه او المنتج تبعهم، او بنزلوا محتوى بالمره ما له دخل بالخدمه تبعتهم. فمرات هذول في ناس معينين بنزلوا فايرال كونتنت، مضحكة، مدهشة، اجتماعية، انسنتيف، وهدول الناس ناجحين، الحساب تبعهم سوبر اكتف لأنه كل المحتوى تبعهم فايرل، مع أنه زيرو ريليفنت لمجال عملهم، بس خلص الفايرلتي هذه عم بتجيب لهم جمهور. فهون بيجي السؤال، أنت بدنا إحنا عدد كبير من الناس ولا بدنا عدد كواليتي من الناس، نيتش اللي بيكون مهتم بالخدمات تبعوني؟ فحسب الستارت اب، حسب المنتج، الخدمه اللي انا ببيعها. فممكن الخدمه اللي انا ببيعها فاليد للماس، فمن هنا بيجي موضوع انه اوكي خلاص جيب لي فايرال كونتنت حطها كل يوم وحيصير في عندي ماس نمبر اوف بيبل، وبقدر ابيعهم خدمات اللي هي بتناسب الماس هذول، لان الخدمات تبعتي مش نيتش. أو إذا كانت الخدمات تبعتي نيتش، إنه أنا بقدر أسوي، أنا بعرض الخدمة هذه لبس هدول المجموعة من الناس، فأنا بركز على المجموعة من الناس مش بس هدول والدوائر اللي حواليهم، فلأنه هدول بكون lead generation بدي بس هدول، بس أنا برضو بدي أعرف الناس بإحنا إيش عم نقدم، فبروح لسيركل ودائرة أوسع شوي. طيب إيش نوع المحتوى اللي ممكن نزله؟ Industry Insight، relevant industry news، وكمان ايش رأيي في الموضوع. فأنا بصير أنزل أحدث المقالات في مجال عملي وشو رأيي أنا في المقالة هذه،
مش بس اني بحط عنوان ورابط عنوان ورابط، لا بدي احط عنوان ورابط وكمان احكي عن الموضوع. لازم انا احط الانبوت تبعي، ممكن احط مؤتمرات، فعاليات، بودكاست، فيديو، بوك، شغلات زي هيك. ممكن كمان انه اسوي ستوري تيلينج، يعني البزنس تبعنا عفوا احكي خلف الكواليس شو عم بصير. وخلف الكواليس هو اكثر نوع محتوى مهم للسوشيال ميديا، الناس بتحبه، زي كان احنا عطيناهم في اي بي سيرفيس، تفضلوا افرجيكم احنا شو عم بنسوي جوا الستارت اب تبعنا. بعدين الناس بتحب تسمع عن القصه تبعتنا والتجربه تبعتنا وكيف بدينا. وحتى في كمان شغله اسمها بيلد، مش بيلد اونلاين، اي ثينك بيلد اونلاين. في كتير ستارت ابس بينزلوا محتوى بسموه بيلد اونلاين، اعتقد بيلد اونلاين، انه عم بفرجونا التطور والجروث اللي عم بصير معهم على ارض الواقع. فبيحكوا انه احنا عم بنسوي برودكت مانجمنت، البرودكت وصل للمرحله هذه، حنطلع بيتا كمان فتره معينه، بعدين بفرج. فدائما عم بيحكوا لنا قصه نمو الستارت اب تبعهم. فهاي النوع من المحتوى قيم جدا وبجيب تفاعل كتير وبجذب ناس مهتمين في نوع الستارت اب تبعنا. شير اكشن اورينتد تايبس اوف بوست، مثلا قبل وبعد، اذا احنا مثلا راح نحضر فعاليه معينه او عم بنحضر لفعاليه معينه، مهم انه دائما نظهر هاي الشغله. الناس بحبوا البوستات والمحتوى ان اكشن، حتى الصور. يعني اللي افضل من اني اصور صوره ثابته اني اصور صوره وانا عم بتحرك while I am doing something، وانا بدي اعمل هالشغله هذه، ولا خلال اني عم بعمل الشغله هذه. وتكون relatable، sharing humorous post that we can relate to relatable interest. ف ممكن احط محتوى مثلا في شويه فكاهه، ولكن برضو له دخل في مجال عملنا. ففي بعض الميمز ممكن انا اعدل عليها وتكون مناسبه لمجال عمل الستارت اب تبعي. اوكي، لما بدي انا، لانه هون مش عم بشوف. اوكي، اي هون open with a hook. الهيدلاين مهم، والهيدلاين مهم اني انا بشوف كتير من المختصين على اللينكد ان بكون الهيدلاين تبع المقاله شغله، بس هم بحطوا تعليقهم او بحطوا كابشن، الكابشن هذا بكون هوك انه يجذب الناس انهم يقرا. ف ايزي واي تو ستارت ميكينج لينكدين كونتنت، فبدي اعرف انا ايش هي الايزي واي، يعني كيف ممكن انا ابني مثلا، هذا هو الهيدلاين مثلا، كيف ممكن ابني محتوى على اللينكدين. فهو بحكي لك ايزي، فهلا صرت هي هوكت مي وبدي اصير اشوف ايش هي الخطوات. ممكن انتايس وذ انتريج، انت ايش انتريج، اوكي انتريج لاين، فور 1 مانث كرييت كونتنت برايمرلي فور لينكدين اند شير ات وذ سيمور. هلا حنشوف كمان شويه المعلومه هذه، انه المحتوى لما يكون فيه صوره بيعطينا بس 3 اسطر محتوى نصي، وبعدين ببين سيمور. ف يو وانت انه نحط الهوك باول سطرين على اساس الناس تكبس على السي مور وبدها تشوف المعلومات الكامله مع المعلومات الثانيه. فهي برضو واحده من الشغلات. ممكن كمان تتل استوري انه تكون ريليتابل وجيف اس انسايتس انتو ا نيو توبيك، انه دائما بحكي قصه والقصه فيها بعض النصائح. واخر شيء اني اخلص بتوجيه، عباره توجيهيه بكول تو اكشن، زي مثلا فولو. انا مثلا المقالات اللي بنزلها في مجال معين حطيت لها هاشتاج، زي مثلا learn with خالد مثلا. فكل ما بعطي نصيحه عن السوشيال ميديا ممكن احط هاشتاج learn with خالد، كل ما بعطي نصيحه في مجال معين connect with خالد، ولا بحط اسم هاشتاج. تذكر حكينا الهاشتاجات واحده منهم بتكون اسم البراند تبعنا. فبصير هنا شير، ممكن احكي لهم شير يور كونكشن، شير وذ يور كونكشنز، ولا سبسكرايب تو ماي يوتيوب شانل. فدائما
ببدأ بهوك، العنوان لازم يكون جاذب كتير والناس بس تتحمس بدها تعرف بالضبط إيش هتعطينا، وبعدين بحط الستوري وبنهي بعبارة توجيهية. أوكي يس، عندنا هنا شيرينج. لما بسوي شير لبوست مهم انه ما اتركه فاضي، انا بعمل الغلطة هاي مرات بسرعة بس بسوي له شير وخلص، لا مهم انه يكون في كابشن. فالكابشن بدك انت تقدم هذا الموضوع للجمهور تبعك، ممكن تحكي لهم انه ايش صار. فهنا مثلا هذا بيحكي عن الاكوزيشن تبع الميلشيمب، كان ممكن انا اضيف اكتر عن الموضوع انه الاكوزيشن هاي اول فند استثمار اجى لهم وشغلات كتير، وهم من 2001، فيعني في معلومات كتير كان ممكن احطها هون. فانا دائما بنصح انه يكون في كابشن على الشير اللي احنا نعمله. هون المعلومه اللي بدي احكي لكم عنها، اذا البوست هذا اسمه تكست بوست، وهي اسمها صوره، في هنا صوره وهذا اسمه تكست بوست. التكست بوست لينكدين بيسمح لنا 5 أسطر من التكست. New to me, LinkedIn text post allows for 5 lines, while photo or document or video post allow for 3 lines only. فلما يكون text لحاله بيعطينا 5 أسطر، لما يكون في إشي تاني صورة فيديو ولا document بيعطينا فقط 3 أسطر. فهي المعلومة مهم جدا عشان نعرف كيف إحنا نحط الترتيب تبعنا بالcontent. الريل ايمجز افضل من الستوك ايمجز. ما انا اكره علي انه نجيب صور من الستوك وتكون صور ممثلين ومودلز وهيك شغلات، هذه يعني ما راح تجيب التفاعل اللي انتم بدكم اياه. الافضل دائما نحط فوتوز حقيقيه لاشخاص حقيقيين. يعني هذه سمعتها بمكانين ومش متأكد صراحة إيش أي واحدة صح. هلا كل المنصات الاجتماعية بيحكوا لكم إذا بتحطوا رابط خارجي معناته هنا المنصة رح تحاول تحد من الظهور لهذا البوست، لأنه بحبوش حدا يطلع برا المنصة. فكان في تريك إنه باللينكد إن بنحط البوست بعدين بنشيل اللينك وبنحط اللينك بالتعليق، وبعدين بنجيب رابط التعليق بنرجع بنعدل على البوست وبنحط رابط التعليق بالبوست. فلما حدا يضغط على الرابط هنا راح يشوف البوست زائد التعليق، والتعليق فيه الرابط اللي هو الخارجي. فايش صار هنا؟ احنا ما حطينا رابط خارجي بالبوست، حطينا شغلة اسمها رابط داخلي. فالرابط الداخلي بالبوست ما راح يعاقبنا عليه اللينكدين. هذا اللي أنا كنت بعرفه، ولكن في فيديو جديد نزل من منصة موثوقة بهب سبوت بيحكي لكم إنه اللينكد إن ما بيعاقب على الروابط الخارجية، فحطوا روابط عادي وما تخافوا. فيعني ممكن أعتقد يعني هلا ما عنديش أنا ما تأكدت من المعلومة 100% من لينكد إن نفسهم، بس يعني ممكن كلامهم صح، لأنه لما نحط أي رابط في اللينكدين شايفين كيف بيحولوا لرابط لينكدين، فنفس شكل رابط الداخلي تبع الانترنال تبع لينكدين. document post أنا كنت بفكر إنه بس PDF، ولكن لا، ممكن نحط PDF، ممكن نحط word document وPowerPoint. الحلو بهذا الموضوع إنه لما نحط هذا النوع من type of post بصير swipeable، بصير أنا أكبس على next 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 next. فلما أحط هذا الداكيمنت في 32 صفحة وبدي أقرأها كلها next 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 next، كل حركة بكبسها تحسب زي كأني عم بتفاعل، فبصير عدد عالي من التفاعل على هذا البوست، معناته بيرفع من علامة الجودة، وهذا بزيد من إنه انتشاره بشكل أعلى. نعمل pause هلأ ونشوف كيف الوضع. حدا عنده سؤال، عنده تعليق، حدا صاحي؟ اللي صاحي يحط لنا 5 بتشات عشان نعرف ان انتم لسه صاحيين. مش ايوه علي، اهلا علي، اسامة، اهلا اهلا، الجبرة وانس. طب ممتاز، اهلا وسهلا فيكم.
فاحنا صاحيين كله تمام، كله شرب القهوه، مع اني انا لسه ما شربتش القهوه بس مش مشكله نكمل. الفيديو بوست يفضل انه يكون قصير من دقيقه الى اثنين، يكون فيها ناس وفيها كابشن، ويعني حكينا شو بيهايند ذا سين. فاذا انا حط فيديو لشخص ممكن اعمل له تاج منشن داخل الكابشن لهذا الشخص. اللايف فيديوز خاصيه رائعه جدا بلينكد ان، للاسف مش سهله زي المنصات الاخرى. فاول إشي ما في لايف فيديو من خلال تطبيق لينكد ان على الموبايل، ما في، لازم اطلع لايف من خلال تطبيق اخر زي ريستريم. انا اللي بعرفه ريستريم، اداة اسمها ريستريم. وخاصية اللايف لازم اطلبها، لازم اقدم طلب لللينكد ان. قدمت طلب انا مرة رفضوني، بعدين بعد ما عملت بحث اكتشفت انه لازم محتواي يكون فيديو على اساس يقبلوني، فنزلت فيديوهات اصليا لإلي، مش مشاركة فيديوهات، فيديوهات لإلي، ورفعتها لمدة أسبوعين، وبعد طلب مرة تانية قبلوني. فهلا بقدر أطلع لايف على اللينكد إن. فبحكيكم لما تطلعوا لايف الكفر فوتو تتحول لسكرين، فإذا حدا إجا زار حسابكم راح يشوف اللايف تبعكم على الكفر فوتو. فحبيت النقطة هذه. بول بوست، البولز مهمة جدا، ولكن الاستخدام لازم يكون حقيقي، مش اني خلص انزل بول for the sake of polls. لا، لازم انزل بول بس يكون حقيقي، وكمان in relation للستارتاب ولا السيكتر تبعي. بس الاستفتاء بيجيب لنا تفاعل عالي جدا. الارتيكلز مهمين جدا. لا، الارتيكلز كانوا هم المكان اللي بقدر اكتب فيه مقالة طويلة، لأنه البوست كان محدود بعدد من الرموز، ولكن قبل فترة قصيرة كبروا حجم الرموز على البوست، فصار ممكن أكتب بوست بمنشور على اللينكد إن بشكل أطول من أول. ولكن هذا لا يمنع أنه إحنا ننزل مقالات، المقالات ما رح يجي عليها تفاعل عالي، ولكن تعطينا thought leadership، قيادة فكر عالية. إذا إحنا بنكتب في موضوع متخصص، ففي ناس كتير بيكتبوا في موضوع مثلا اللينكد إن، موضوع التسويق، موضوع شغلات كتير. فبنصح إنه كل حساب شخصي وشخص متمرس في موضوع، مختص في موضوع معين، إنه ينزل مقالات الوتيرة الفريكونسي تبعتها مش لازم تكون عالية، يعني مقال واحد بالشهر ما في أي مشكلة. events، الايفنتس برضو ممتازة، ممكن انزل ايفنت كشخص او كشركة، وبالكفر فوتو بسويها هنا. والايفنتس برضو جديدة، مش اشي قديم يعني. فبنصح لما يكون في عندنا ايفنتس باي منصة اخرى، نزلت انا ايفنت مثلا بالفيسبوك او من خلال جوجل فورم، برضو أنزله على اللينكد إن، نسوي لي شوية تفاعل والناس بصير يعرفوا عن الموضوع أكثر. الهاشتاجز، الهاشتاج استراتيجي مهمة. والهاشتاج زي ما حكينا بالزمانات بأول محاضرة، إنه لما أبحث عن هاشتاج معين، أو شو تعريف الهاشتاج باللينكد إن الرائج، إنه how many followers. فلينكدإن بهمها كم شخص is following this hashtag، كبس follow this hashtag، أكثر من كم مرة تم استخدام هذا الهاشتاج. فدائما الفولورز، عدد الفولورز للهاشتاج هو المعيار الرئيسي على اللينكدإن. هاي لازم إحنا ننتبه لها. هلا بالكرياتر فورم صار للحسابات الشخصية 5 هاشتاجات، وللصفحات 3 هاشتاجات. فالحلو بالهاشتاجات على الصفحة، بشوف أنا كتير صفحات ما فعلوا الهاشتاجات عندهم، بنصحكم تفعلوهم. هاشتاج واحد باسم الشركة، وهاشتاجين بالموضوع الرئيسي تبع الشركة والموضوع الفرعي. فممكن أكتب أنا هاشتاج مثلا سوشيال ميديا، والهاشتاج الثاني مثلا ماركتينج،
وكمان هاشتاج باسم البراند تبعي اللي هو مثلا خالد الأحمد. وبصير أذكر الهاشتاج تبع الشركة دائما بالcall to action تبعي لما أنزل مقالات، أنزل بوستات، أنزل محتوى. فهاي الشغلات مهم جدا. فهو مثلا نحكي start creating conversation around it اللي هو الهاشتاج، نعطي الناس سبب to follow it. Why should I follow هاشتاج خالد الأحمد؟ لأنه كل ما بنزل مقالة بذكر الهاشتاج تبعه. طيب إذا بكبس على هاشتاج خالد الأحمد راح أشوف حائط زمن جديد في مقالات اللي بنزلها خالد الأحمد. فهون بصير الناس يعرفوا عن البراند، اسم البراند تبعي. فمثلا كل مقالة ممكن أنهيها follow هاشتاج خالد الأحمد for all your digital tips مثلا. ممكن حطه برضو بالتاج لاين عندي بالبايو. أوكي، هلا بحكي لكم الهاشتاج. هلا الهاشتاجز مثلا بعض المنصات الأخرى نذكر الهاشتاج زي تويتر، وأنا عم بكتب الجملة مثلا، فإذا كتبت ماركتينج بنص الجملة بحط الهاشتاج، مش شرط أحط الهاشتاجات كلهم مرة واحدة تحت. ولكن باللينكدإن لا، بحكي لكم حطوا الهاشتاجات لحالهم سيبرت عن محتوى البوست باللينكدإن. Use less than 10، أقل من 10. أنا ما بطلع لعشرة، تقريبا من 3 يعني، يمكن 3 ماكس بستخدم بالبوستات. عندنا هنا النيتش هاشتاجز، مهم نعرف إيش الفرق بينهم. فبحكي لكم إنه المين هاشتاجز اللي هو مثلا السوشيال ميديا، السوشيال ميديا مثلا عليه مئات الآلاف ولا مليونز متابعين مثلا، ولكن النيتش هاشتاج عليه عشرات الآلاف. فإحنا بدنا نتابع الهاشتاج اللي عليه أقل من 10,000 شخص، لأنه هذا النيتش اللي إحنا بدنا إياه. فبدل ما أتابع سوشيال ميديا ممكن أتابع سوشيال ميديا تيبس، فالسوشيال ميديا تيبس عليه شغلة عدد أقل بكتير من السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا راح يضيع البوست تبعنا بالحائط الزمني تبعهم. طيب أوكي. والحلو إنه لما أبحث عن نيتش هاشتاج ولاقي زي سوشيال ميديا تيبس ولقيت فيه مثلاً 5,000، ممتاز. فأنا هذا بحطه وبتابعه، وممكن أصير إني لما أضغط عليه بشوف الحائط الزمني فيه، أشوف المقالات الموجودة فيه، بدور لي ممكن مثلاً على أكتر بوست بالحائط الزمني تبع الهاشتاج يجي عليه تفاعل كبير. فبروح هناك وبشوف إيش الهاشتاجات الأخرى اللي بيستخدموها ومين الأشخاص اللي بتفاعلوا. فمن هناك ممكن أتفاعل مع هدول الأشخاص، بعت لهم طلب صداقة، أشوف إيش الهاشتاجات المرادفة لهذا الهاشتاج عشان أندل على هدول الهاشتاج وأتابعهم برضه. طيب خلصنا من لينكدين، هلأ بندخل على تويتر. تويتر في عندي ثريد من هذا الشخص، ثريد بشرح لنا الاستراتيجية الصحيحة للتواجد الناجح على تويتر. إذا إحنا أخذنا بنصائح هذا الثريد رح يكون عندنا حساب فعال، ورح يصير عندنا متابعين بشكل سريع جدا وبشكل عضوي طبيعي بدون ما ندفع فلوس. فأول إشي مهم جدا إنه حسابنا يكون بيحكي عن موضوع معين محدد. خلاص هذا الموضوع، أنا بحكي عن موضوع الستارت اب تبعي، أنا بحكي عن موضوع التسويق، أنا بحكي عن موضوع الماركتينج. فدائما ندور على نيتش ونحكي في هذا الموضوع. لما أحكي بموضوع محدد معناته حصير يجيني متابعين مهتمين بهذا الموضوع. أوكي، بعدين الهيدلاين، دائما أفكر كيف إن أنا أجذب هوك، دائما أفكر بكلمة هوك، كيف إن أنا أجذب الناس بالهيدلاين تبع. فالهيدلاين لازم يكون جاذب للناس، أشتغل عليه كتير. هلا في طرق تقنية كتير إني أنا كيف أختار الهيدلاين صحيح، في مقالات حكت بهذا الموضوع، في بعض الأدوات زي مثلا جوجل ترندز وشغلات زي هيك، وبشوف بعض الأسئلة الناس إيش بيسألوا دائما في موضوع الماركتينج. ففي مثلا أسك، إيش اسمه، أسك شغلة نسيت اسم الأداة، anyway بدور لكم عليه وبعطيكم إياه بعدين. فهاي الأداة بروح أنا بكتب مثلا ماركتينج وبشوف أكتر الأسئلة الناس بيسألوها في موضوع الماركتينج،
هاي مثلا واحدة من الأدوات. طيب إيش كمان ممكن أروح على جوجل ترندز في موضوع الماركتينج وبشوف إيش أكثر عبارات البحث الناس بحثوا عنها في هذا الموضوع. من هدول الشغلتين أنا بصير أفكر كيف إني أكتب الهيدلاين العنوان تبع التغريدة تبعي. فدائما لازم يكون في هوك وموضوع متخصص، حكينا متخصص، يكون العنوان جاذب، بعدين الفورماتينج. أنا أعشق الفورماتينج اللي هو تنسيق الخط. إذا كتبنا إحنا شايفين هنا الأول ثلاث هدول أسطر، هذا الشكل التقليدي ورح يكون حيز التغريدة هيك. ولكن إذا كتبنا بفورماتينج، استعملنا بوليتس، إيموجيز، سيمبلز، سبيسز، رح تكون التغريدة أطول وأجمل وجاذبة للقراءة، أفضل بكتير من الشكل التقليدي. Use media GIF، صور، فيديوهات، لأنه العقل process المعلومة المرئية 60,000 مرة أسرع من المعلومة النصية، فمهم أنه نعرف المعلومة هذه على أساس أنه نقدر نصير ننوع بشكل محتوى. المحتوى زي ما حكينا من قبل في أنواع المحتوى وفي أشكال المحتوى. أنواع المحتوى اللي هو مضمون المحتوى، عن شو عم بيحكي، فبيحكي مختلف من براند إلى آخر، ولكن أنا دائما بفضل نروح بثلاث أنواع: ترويجي، تعليمي، واجتماعي. والاجتماعي ممكن يكون ملهم وشغلات كتير. فالترويجي أنا بحكي عن المنتج تبعي أو الخدمات، تعليمي عم بعلم الناس معلومة في مجال عملنا، واجتماعي عم بحفز الناس يتفاعلوا معنا. فالثلاثة مهمين، هاي الوصفة المهمة على أساس أنه المحتوى تبعنا يكون جاذب للناس أنه يقروه ويتابعوه ويتفاعلوا معه. وكمان الأشكال لازم يكون في أكثر من شكل حسب المنصة: محتوى نصي، مرئي، صورة، فيديو، استفتاء، PDF، document، شغلات كتير. فدائما لازم يكون عندي أنا a good healthy mix من المحتوى تبعي لكل أسبوع، وبيعتمد على الهدف تبعي. الهدف تبعي أنا الأسبوع هذا بدي أجيب تفاعل أكتر، أو الأسبوع هذا أنا بدي أجيب leads أكتر. فحسب الهدف تبعي بركز على نوع المحتوى. واستمرارية، فلما نبدأ حسابنا على تويتر حتى لو كان عندنا صفر متابعين أو كمان صفر تفاعل، الاستمرارية اللي هي بتجيب لنا المتابعين بشكل عالي. فمهم أنه إحنا ننشر محتوى، نتفاعل مع الناس، نزور حسابات الناس قادة الفكر، شوي شوي بصير ناس يشوفونا بعدين بالحق. We should not give up، ودائما نركز على الموضوع. فحكينا الموضوع تبعنا احنا ما ينشتت، يكون في عنا نيتش. ممكن احكي عندي نيتش، بس ممكن افرجي شوي من الجانب الانساني من شخصيتي، او مثلا من جو الشركة او الستارت اب عندنا، ما في اي مشكلة. بس دائما انا مركز على المواضيع اللي انا بحكي فيها. دي امز مهمين، التواصل الخاص خصوصا بتويتر. انا ممكن ابعث لشخص او ممكن ابعث لجروب، مجموعه من الناس. فانا ممكن اخصص مجموعه من الناس، هدول الناس تبعون مثلا الستارت ابس الثانيين، هدول الناس المستثمرين، هدول الناس هيك. فبقدر ابعث رساله بتروح لكل هدول الناس، رساله لكل هدول الناس. فالدي امز مهمين جدا. Don't just tweet, showcase your work, build a demo, side project, showcase, tells people and tells your audience to know you're authentic. فأنا مش بس بفتي بمواضيع، لا أنا عم بحكي بمواضيع وهينا عم بشتغلها وبحقق قصص نجاح فيها. Give something for free، هذا اسمه lead magnet، وبنصح كل ستارت اب يكون ويفكر كيف يصنع ليد ماجنت عنده. لازم يكون عندي انا شغله عم بعطيها مجانا، سهل اني اشتغل عليها. ممكن اروح اكتب شغله، اسوي ريسيرش، اجمع مثلا توب 10 ستيبس يو تو ميك عشان تبدا النيوزليتر مثلا، ولا شيء زي هيك. فانا بشتغل على موضوع وتكون القيمه تبعت هذا الشغل المجانيه عاليه جدا. لازم تكون قيم، مش اي كلام.
إشي قيم وإشي أنا تعبت عبين ما أنا ضبطته لهدول الناس. فممكن يكون إي بوك، ممكن يكون توب 10 ليست، ممكن يكون ميني ورشب فيديو 12 دقيقة 15 دقيقة عم بعطي تيبس. هذا كله نسميه ليد ماجنت، فأنا بعرضه مجاني للناس وموجود عندي دائما الناس بتشوفه. عفوا، بس لازم يعطوني اسمهم والإيميل تبعهم. So you can have this مجاني لإلك. No questions asked. بس I need your name and your email. والداتا هذه قيمة جدا ومشتغل عليها بأكثر من شكل. ممكن أني أستهدفهم أو أعيد استهدافهم بطرق غير سبامي، يعني بدون ما أزعجهم كتير. فهذه مهمة جدا. مهم أنه إحنا نتابع ناس مهمين على تويتر خصوصاً. أنا مؤمن بشكل كبير في موضوع تويتر ليست، قوائم تويتر. فبسوي قوائم هاي لجماعة السوشيال ميديا، جماعة الديجيتال ميديا، جماعة الأردن، هاي المستثمرين، هاي الستارتابس. أحط عندي قوائم على تويتر وبشوف دائماً، بدخل على القائمة. القائمة عندي زي التلفزيون، زي قناة التلفزيون. هلأ بدي أشوف مثلاً investment، هلأ بدي أشوف تسويق، وبشوف المحتوى تبعهم وعم بتعلم منهم شغلات كتير. في شغلات قيمة جداً على تويتر. تويتر أكثر منصة قيمة على سوشيال ميديا، أكثر واحدة، أكثر من لينكدين. لينكدين أكثر منصة قيمة بالنتورك تبعتها. فاللينكدين أنا I can network with ناس مهمين جداً، ولكن المعلومة القيمة موجودة على تويتر. ثريد مهمين، إنه هي سلسلة تغريدات. في ناس مبدعين في موضوع الثريد زي الثريد هذا، فبنزلوا محتوى قيم على شكل الثريد. فأنا دائما بحفظ الثريد، موجود عندي يعني كتير ثريدات حلوة اللي هي سلسلة التغريدات. keep doing even if you don't see results، حتى لو ما في نتائج. في تب لموضوع اليوتيوب، بحكي لكم اليوتيوب الوصفة تبعته سهلة. مهما كان المحتوى تبعك، مهما كان جودة التصوير، الوصفة عشان تنجح باليوتيوب انه تنشر فيديوين بالاسبوع لمدة سنتين. فيديوين بالاسبوع لمدة سنتين حتنجح، مهما كان المحتوى، مهما كانت جودة التصوير. فبحكي لك ليش، بحكي لك اذا قدرت تعمل هيك وصبرت كل هذا الصبر، فانت عم بتكون كوميونيتي وجمهور عم بتابعك ومتابعين ومشتركين، وحيزيدوا شوي شوي، لأنه الناس اللي هتهتم بنوع الفيديو أو نوع المحتوى تبعك هتيجي لك، هتلاقيك من خلال البحث والاقتراحات على اليوتيوب. فنفس الشيء هنا، التواصل وبناء الحساب على تويتر بده صبر وبده جلد، فدائما لازم ندير بالنا ونضلنا مستنين. Don't use the hashtag much. شوف، أنا اكتشفت أنه مثلا الهاشتاجات على الانستغرام كان لهم تأثير قوي جدا. هلا عم بكتشف انه ما له تأثير بالمرة. يعني عم بشوف الانسايتس، ما فيش عم بيجيني تفاعل ولا متابعة على الانستغرام من الهاشتاج. كان يجيني، هلا ما فيش. فما بعرف ايش القصة بالضبط. Learn from your own tweets. مهم انه نشوف الانسايتس على تويتر ونشوف الناس اتفاعلوا وكم اجاني متابع بسبب التغريدة هذه. فببين عندي إيش التغريدات الناجحة وإيش التغريدات اللي مش ناجحة. quality over quantity. فهاي الخيار كل واحد بيختار حسب الانسايتس عنده. في ناس بيحكوا لكم إذا هو الفريكونسي على تويتر لازم تكون عالية، لأنه حياة التغريدة من 20 إلى 30 دقيقة مقارنة بالفيسبوك 3 ساعات. فالفيسبوك بحكي لكم الفريكونسي بوست واحد باليوم، ولكن على تويتر الفريكونسي أعلى من 3 إلى 5 إلى 15. أنا جت فترة كنت أنزل تقريبا 50 تغريدة باليوم. فالفريكونسي مهم جدا على التويتر، بس برضو الكواليتي أهم. أنا بالنسبة لي الكواليتي أهم من الكوانتيتي. don't retweet all your tweets. ما في مشكلة إنه نسوي ريسايكل لبعض المحتوى عندنا، بس مش لازم كلياته نعمله.
اوكي هذه لكوت ويز. Don't do this. Don't add any links on the first tweet. You can always add them in the sub thread if there are any. لانه ايش هون بصير؟ اذا في عندنا لينك من اول، اذا عندنا تويتر ثريد تقريبا 10 تغريدات وحطينا الرابط باول تغريده، لما حدا يكبس عليها خلص راح طلع برا تويتر ونسي يكمل الثريد كله. فبحكي لكم ما تحطوش الرابط باول تغريده. لما نعمل ثريد غير انه ننزله ونستنى الناس تفاعل عليه، احنا ممكن تشير ذس ثريد بالدي ام مع بعض الجروبات اللي احنا سويناها. انا هيك كنت اسوي لما في عندي بوست متعوب عليه على اي منصه، ما بستنى انه الناس تيجي تتفاعل عليه، بصير ابعته للناس عندي على مثلا اخر 10 اشخاص كنت احكي معهم على الفيسبوك مثلا على الخاص، فبسوي بس شير لهدول الناس. نفس الشيء على انستغرام، على واتساب، في عندي كذا واتساب جروب بنشر عليهم، ونفس الشيء هنا على تويتر. Take advantage of other people's tweet. Once you have posted your tweet, you can always search for some tweets where you can add links to your thread. Do this only if it's relevant to tweet and adding more values. Simply adding links will never help. Okay. مهم انه نعبر كل الناس. اذا حدا سوى ريبلاي عنا على التويت، مهم انه نرد عليهم. اذا العدد عالي جدا، اقل الايمان نسوي لايك للريبلاي تبعهم. انا شو بسوي هنا؟ هاي نقطة مهمة جدا خصوصا للشركات، انه في اشي اسمه reactive and proactive engagement. فreactive لازم نتفاعل مع كل شخص تفاعل معنا على حسابنا، وكل حدا تفاعل معي على حسابي بتفاعل معه. هاي مهمة جدا، هذا اسمه reactive. طيب proactive ايش بدي اسوي؟ حلو، بروح بسوي قائمة بخليها private ما حدا يشوفها وما يحسوا لأن ضفتم عليها، وبضيف عليها الناس اللي بتفاعلوا معي دائما، فهدول بكونوا loyal fans ولا ايش زي هيك، بحطهم بقائمة واحدة، وبصير مرة بالاسبوع بفتح القائمة بشوف التغريدات تبعون هدول الناس، سوي لايك لايك لايك، تعليق ريبلاي whatever. فبس هذا اسمه proactive engagement. فمهم جدا انه يكون عندنا reactive and proactive engagement على تويتر. cover photo and profile photo, they are important. Make sure you have some the same theme. Canva, who by the way, Canva سحر، يعني هذه أفضل أداة في العالم كله لجماعة السوشيال ميديا، لأنه بتساعد الناس اللي زيي ما عندهمش خلفية بالتصميم إنهم يطلعوا بالتصاميم. زي مثلاً هاي البرزنتيشن سويت على كانفا، فكان موضوع سهل جداً ووفر علي وقت كتير. فأنا بنصح كل واحد فينا يستثمر إنه يتواجد على كانفا بشكل أعلى. بيساعدونا بعمل كفر للهايلايت، كفر لليوتيوب ثامنيلز، ستوريز، نقدر نعمل ستوريز على كانفا، شغلات كتير. وبنصح إنه نستثمر بتعلم الكانفا أكتر. طيب your bio can make or break you، هاي مهم جدا. فالبايو مهم إنه أحكي إحنا مين أنا، شو الخدمات اللي بقدمها، إيش الـ added value، وبعدين بعطي الـ call to action، التوجيه، الناس كيف ممكن الناس تواصل معي. وفي أمثلة كتير، وكمان الفورمات تبع البايو مهم جدا، ممكن أحطه بشكل bullet points مع emojis وشغلات زي هذه. لسه اليوم كنت بحكي بهذا الموضوع مع صديق، إنه هو داخل على التويتر جديد، فبحكي له البايو والكفر فوتو والبروفايل فوتو ممتازين عندك، حاول تكتب تغريدة فيها ستوري تيلينج عن قصة الستارت اب تبعك، او انت كيف بنيت هذا الستارت اب او المشروع تبعك، وسويها بيند، فالناس لما يزوروا حسابنا راح يشوفوا الصوره والكفر والبايو والبيند تويت. فالبيند تويت اما انه انا بحكي قصتي، او ان انا عم بعرض واحد او اهم منتج عندي او الخدمات تبعوني. فمهم ان نفكر بهذا الموضوع. Now you might have a question. Okay, everyone on Twitter started with zero. Things take time. If your account is small, engage 80% with others. Post tweet 20%. فكل ما كان عندنا حسابنا صغير، بنركز على التفاعل مع الناس
أكثر من نشر المحتوى. أنا شوي شوي بنغير هاي النسبة. Okay, everyone has started their account with zero followers. Take breaks and spend limited time. There is life beyond Twitter, spending the whole day on. Okay. هاي معلومات كذا. طيب هلا بدنا نحكي عن الانستغرام. بدي افرجيكم كل نوع بوست على انستغرام ايش عم بجيب تفاعل. فهذا بوست عادي، هاي بوست عادي. شو جاب تفاعل؟ 205 لايك. اوكي. ولكن اذا رحنا على الستوريز شفنا المشاهدات عليها اعلى بكثير. فشوف الفرق بين البوست كان هو النوع الوحيد من المحتوى على الانستغرام. بعدين طلع الستوريز، فالستوريز صار يجيب لنا مشاهدات اكثر. بعدين طلع لنا الاي جي تي في، الاي جي تي في برضه صار فيه عليه مشاهدات اعلى من الستوريز. فعندنا صار بوست، بعدين ستوريز، بعدين الاي جي تي في، واخر شيء الريلز. شوفوا 8000. فمهم جدا انه ننوع بشكل البوستات اللي بننزلهم على الانستغرام، وخصوصا هلا الريلز لانه احدث خاصيه موجوده على انستغرام، فالانستغرام معطيها مساحه كبيره جدا. والشغلتين المهمات لازم نعرفهم انه الاي جي تي في والريلز مش بس ببينوا للمتابعين عنده، ولا ببينوا لحلقات اكبر من المتابعين. فعندنا هنا البوست والستوري بروحوا بس للمتابعين، طيب، ولكن الاي جي تي في ببين لناس اكثر، والريلز ببين لناس خارج نطاق المتابعين عندنا. وفي عندنا سؤال، وتفضل. يعطيك العافيه خالد. في حدا طلب 5 دقائق استراحه، انا اسف هلا شفتها. اوكي ناخذ السؤال، اوكي، وناخذ 5 دقائق بعديها، تفضل. تمام، انا بدي اسمع بوجهه نظرك انت، يعني خليني احكي الفرق ما بين موضوع البوستس او الريلز او انك ستوري او الاي جي تي في على الانستغرام. يعني بما انه الامباكت تبعهم مختلف من ناحيه عدد المشاهدات، ففي عندك نصيحة معينة بتوجيه يعني الماركتينج أو إشي بزنس، إنه والله أنا لازم أنوع بين هدول ولا لا؟ إذا في عندي محتوى معين تعريفي مثلا خليني أعمله بوست، وايل إذا أنت رايح ماركتينج أو عندك إشي فيديو بروموشنال فيديو go for reels، يعني في directions معينة بهذا الاتجاه؟ yes. أنت حضرت معنا المحاضرة السابقة؟ yes. المحاضرة السابقة كان بفرجيك كل نوع بوست على كل نوع محتوى على الانستغرام ايش بيولد، ايش بيحفز تفاعل. مزبوط. فكان نوع التفاعل كان مختلف صحيح حسب البوست. بالضبط. فهلا هنا بيجي موضوع انه طيب انا لازم اذا انا بدي اجيب سيف وشير لازم انزل هذا النوع من التفاعل، ما هذا النوع من المحتوى. اذا بدي اجيب لايكس اكثر بنزل هذا النوع من المحتوى. فمن نرجع للمحاضره هذيك، انا مش متذكر بالضبط اي واحد كان بجيب النوع، وتذكر انا حكيت النصيحه هذه اليوم انه لازم يكون عندنا انواع محتوى واشكال محتوى. فلازم يكون عندي جود هيلثي ميكس من انه كيف اطلع المحتوى عندي. ف في شغله سويناها اتس فاين اذا بتحب تو شير ات يعني ان انذر تايم او او تو شير ات مثلا على الشيرد فولدرز اتس فاين. هلا انا بدي افرجي، بدي اسوي شير على الاكسل شيت موجوده عندي. اوكي بدور عليها خلال البريك تبع الفايف مينتس، وبفرجيك كيف انه بنحط احنا انواع المحتوى تبعنا، وبعدين كيف ممكن نطلع شكله يطلع، وحسب الهدف الأسبوعي بنقرر إيش بنكتر من هون ولا من هون. تمام إيه؟ تمام تمام. هلا بسويها بسوي عليها. رائع رائع. thank you. أهلا. في عنا chat. okay there is no break in master class. طيب thank you. طيب راح علينا break. بس خلينا نسوي شغلة، بدي أفرجيكم شغلة معلش. هون أعطيني إكسل. أوكي هاي الإكسل هون فتحنا، شوف إذا بلاقيها. أوكي
ممتاز، لقيتها، رائع. هون بنسوي شير للإكسل شيت، طلعوا. يعني هاي مش كتير ضابطة، بس معلش مش مشكلة. هنا في عنا أنواع محتوى، محتوى ترويجي تعليمي ملهم اجتماعي، وفي عنا أشكال محتوى اللي هو محتوى نصي، صورة، فيديو، استفتاء، وبختلف من كل من منصة إلى أخرى. فمثلا بالإنستغرام رح نحكي بوست، ستوري، ريلز، وآي جي تي في. فمنحكي طيب إحنا المحتوى الترويجي اللي هو منحكي عن المنتج تبعنا أو الخدمة تبعتنا، نطلعها مثلا الأسبوع هذا صندي مثلا بشكل بوست مثلا هنا. فهم نكتب مثلا خلينا أسويها مرة تانية هيك، هي هيك تيجي. وأنا مثلا بدي أسميها بوست، هون بدي أسميه ستوري، هون بدي أسميه اي جي تي في، وهون بدي أسميه ريلز. فباجي بحكي مثلا أنا المحتوى الترويجي تبع الأسبوع هذا بدي أطلعه بشكل بوست، المحتوى التعليمي بدي أطلعه بشكل اي جي تي في مثلا، المحتوى الملهم بدي أطلعه ستوري، المحتوى الاجتماعي بدي أطلعه ريلز. فأنا هنا عرفت بالضبط إنه كيف بدي أطلع المحتوى حسب الهدف تبعي. فالهدف تبعي تعليمي، معناته أنا بدي أركز أكثر شيء على المحتوى التعليمي، وكيف بدي أطلعه إذا بدي مثلا الهدف الأسبوع هذا تعليمي، عاد أنا بدي أكثر من الأنواع البوستات اللي بتجيب لي مثلا ريتش عالي وتفاعل عالي، فبروح للآي جي تي في للريلز. هلأ بيجي هون موضوع الفريكونسي، فباجي بحكي مثلا بالنسبة للبوستات بالأسبوع، خلص أنا بدي بدل ما خمسة بدي أركز على ثلاثة، فبدي ثلاثة كواليتي. هلأ في ناس بيحكوا أنه بعلي الفريكونسي بكل شيء. هلأ خلينا نبدأ إحنا بنش مارك، بعدين ننطلق للمستوى الثاني إذا بدنا نعلي. فبنحكي مثلا البوستات بدنا خلص نقلل منهم، نخلي ثلاثة بالأسبوع، 3 a week، فثلاثة بالأسبوع. طيب أوكي الستوري، لا الستوري بدي ثلاثة باليوم، 3 a day. أوكي الاي جي تي في لأنه فيديو طويل وبده وقت، فبنحكي 2 a month مثلا. أوكي الريلز، الريلز I need to up my game، فبدي أسويها 2 مثلا، 1 إلى 2 a week. فهاي هاي this is a good benchmark frequency للبوستات عندي. ومنه بحكي طيب أنا خليني أبدأ بهيك وأدرس التفاعل، وأدرس الأبتيك على الفولوورز، قديش عم بيجيني فولوورز من البوستات هدولة. وإف I have، وإذا عندي الفريق والميزانية والجهد والوقت الكافي، I can up my game. خلص أنا بعلي بدل البوستات بدل ثلاثة بالأسبوع بخليهم خمسة بالأسبوع، معناته بوست يومياً. الستوريز بدل ثلاثة باليوم بدي أخليهم خمسة. الآي جي تي في بدل اثنين بدي أخليهم أربعة، معناته واحد بالأسبوع. الريلز بدل 1 to 2 بدي أخليه مثلاً 3 to 5 ولا شيء زي هيك. فالفريكونسي العالي على إنستغرام is good as long عندي الجاهزية لهذا الموضوع وعندي المحتوى القيم، مش بس أني أرمي. دائما الكواليتي مهمة جدا، يعني ما أضحي بالكواليتي تبع المحتوى تبعي. So سيد خالد، يعني you're telling us إنه it's a kind of a customer experience، يعني أنت بتجرب تأخذ feedback and then you modify. يعني ما في، خليني أحكي استراتيجي معينة بتقول لك إنه percentage مثلاً for posting reels خليها هل البوستس العادية مثلاً تكون بهذا الرينج. يعني what I mean بالآخر it depends on إنه قديش بيجيك feedback، شو التفاعل اللي عندك، so you change. صح هيك عم بفهم منك؟ يعني احنا حكينا البنش مارك، خلاص هذا هو البنش مارك، هذا اللي ببدا فيه. اوكي فانا خلاص هذا المينيمم، بير مينيمم، وببدا فيه. هلا اذا عندي الجاهزيه والتيم والميزانيه والوقت والجهد
وبدي I want to up my game. بدل ما أنا أحصل على 20,000 متابع خلال 6 أشهر، إذا بعلي الفريكونسي أنا ممكن أحصل عليهم خلال 3 أشهر. فهمت علي؟ بس بدون ما اكون عم بعمل نوع من البريشر على الاودينس تبعي. يعني sometimes ما انت عارف if you pressure more بصير reflection يعني negative. صح. يعني عارف اذا بالضبط، اذا انا اذا الزبون تبعك متعود يشوف البوست تبعك once a week وصار يشوفه اكثر من once a week ممكن يتضايق. ممكن. فهو دائما انا لما برفع بقيس من الانسايتس عندي ايش صار، الانفولو قديش، الكذا، كل هذا I can measure it وبشوف بطلع شوي شوي. فيس you do this، بتبدأ فيه وبتشوف إيش عم بصير، فأنت بصير تعرف خلص إن أنا عم بجيني معدل followers، معدل تفاعل معين خلال فترة معينة وبضلك ماشي عليه. طيب أنا بدي up my game، بدي أصير يجيني تفاعل أكبر ومتابعين أسرع، فبسوي زيادة بالنشر تبعي، بس برضو بقيس إنه الزيادة عم بجيب لي اللي أنا بدي إياه ولا بأثر علي سلبياً. فإذا بأثر علي سلبياً برجع للبنش مارك. أوكي تمام. Thank you. أهلاً. Okay. طيب هلأ ندخل بالأمور الجدية. نيجي هنا في كودز معينة خلال البحث على الجوجل إذا استخدمناها بيعطينا نتائج رائعة جدا. ف يعني هذا هو بيستخدموا الجروث هاكرز المصطلح المال. ففي شغلة هنا اسمها وين راح هاي التول، هاي التول إذا بروح عليها في زي بوكس والبوكس. فأنا مثلا بروح على الجوجل سيرش ببحث بالكود المعين فبيعطيني نتائج، and then when I copy الصفحة تبعت النتائج بحطها بالبوكس هذا بطلع لي بس الروابط، فبشل لي كل إشي بخلي لي بس اللينكس الموجودة. ففي نفس الشيء بالتول هذه بدل الروابط بطلع لي بس تلفونات، بدل التلفونات بطلع لي بس إيميلات. فأول لينك اللي هو هذا. فهنا أنا إيش عم بحكي لجوجل، ابحث لي فقط في لينكد إن عن الناس لحساباتهم اللي كاتبين اسم فاوندر وحاطين رقم تلفونهم وهم من عمان. فباجي لحظة شوي معلش سكيب. أوكي باجي هنا أعطيني هذا. So I need to copy this. I copy هون وبروح على نفتح البراوزر بالأول. هاي براوزر. خلينا نبحث عن هذا. فأنا هون بحكي له ابحث لي بلينكد إن عن الفاوندرز اللي حاطين رقم تلفونهم وهم من عمان. لما أضغط هنا أعطاني إيهاب يوسف فاوندر سي او كذا، فرح حداد، كله لينكد إن بروفايلات. فباجي أن أي كوبي، بسوي كوبي لكل هالكلام هذا وبحطه بالتول هديك وبطلع لي هو بس أنا هون حاط الأرقام، بس هو يجول أنا بدي الإيميلات فبطلع لي الإيميلات. فهاي أول هاك. أوكي هون بساعدنا كيف نلاقي ناس، وبغير كلمة فاوندر لشغلات كتير. أنا بدي دينتست، بدي بروجكت مانجمنت، بدي شغلات كتير. فمهما كان مسمى الوظيفي الموجود بالبروفايل تبعهم رح يلاقي لي إياهم اللينكد الجوجل. فهاي أول هاك. تاني هاك أنا ممكن أبحث عن هاي هنا CTO بعمان. فأنا ببحث بلينكد إن، بحكي لجوجل ابحث لي بلينكدين عن CTO بعمان، وهنا بطلع لي اسامي الناس اللي كاتبين CTO اما في الوقت الحالي او في الوقت الماضي. اوكي شو كمان لهون. اوكي كوبي، لا
بعدين كوبي كوبي يس ايوه هون بحكي للينكدين بحث لي عن ريكروترز حاطين الايميل تبعهم وهم بدبي وبضغط هنا فبحكي لي هدول هم الريكروترز اللي من دبي اللي حاطين الايميل تبعهم فبضغط على النتائج هذه وبحطها بالتول هذيك وبطلع لي الايميلات ايوه زي olga@businessumbrella.com وغيره 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 سو الانديكيشن تبع الات جيميل مش شرط جيميل يعني اني ايميل رايت ياهو هوت ميل لايف ايش ما بدك في عندي نفس الشيء ببحث مثلا عن سي او فانا هون بدي بحكي للينكدين ابحث لي عن سي اي اوز حاطين الجيميل تبعهم من عمان فهي هون هذول حسابات لسي اي اوز حاطين الايميل تبعهم بالبروفايل تبعهم نفس الشيء بضغط على خليني افرجيكم التول انا تول ما جربتهاش فيمكن ما يزبطش ادعوا معي تزبط باجي هون وبضغط اعطيني هذول الناس اي كوبي روح على التول حط هون اكستراكت يو ار ال كنت بدي ايميل مش يو ار ال اشوف بيطلع اطلعش لا مش لا 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 هذا معلش مع السلامة فأنا anyways اللي بدخل عليهم هون رح ألاقي أنا الإيميل اللي بكون موجود هو بالpublic شو كمان اعطيني إحنا إيش حكينا آخر شيء طب عفوا خالد هلا أنت الإكسبكتد من التول إنها تعطينا يعني الإيميلز دايركت ولا تعطينا URL للأكاونتس لا لا التول هذه إسا URL extractor في واحدة تانية إيميل extractor فايش ايش بتسوي بتشيل كل المحتوى وبتخلي لك بس الايميلات الموجوده بالنتائج هذه يعني اتس ا كايند اوف فلتريشن بالضبط اذا انت بتسوي على الاكسل هي نفس الشيء تقريبا تمام لهنا دخلنا بموضوع الانستغرام فبقدر اجي على انستغرام مثلا كوبي فبحكي لجوجل ابحث لي بانستغرام.com اي بايو فيها فاشن وحاطين الايميل تبعهم من عمان باجي هون مثلا بطلع لي حسابات على الانستغرام ريليفنت لفاشن وعمان طيب شو كمان نفس الشيء اعطيني نفس الشيء بانستغرام فيها كلمه بزنس وحاطين رقم تلفونهم من عمان فهون بلاقي بعض الايجنسيز اللي حاكيين فور بزنس كول اس مش عارف ايش مش عارف زي هيك طيب ندخل شغلات مهمه هون عم بدور بجوجل شيت جوجل سبريد شيت فانا بحكي له دور لي بالدوكس تبعت جوجل عن spreadsheets investors ففي قائمة ملف مهم جدا هي هذا الملف في كل الانفسترز بالعالم فهو الهاكر هذا حاطط الانفستمنت كومبانيز اللي بالعالم بحكي لكم انا في عندي 200 الف كونتاكت تلفون وايميل وديلز هو بس حاطط سامبل الاسم الشركة وانت فتحوا شو عندهم وشو الاندرستري تبعهم لهدول الناس نسوي عليها بروتكشن انه ما حدش يقدر يسوي كوبي 4000 فبحكي لكم عشان تجتازوا هذا الموضوع اخر بتشيلوا الاديت وبتحطوا HTML view عشان يصير عندنا صلاحية نستخدمه وهذا واحد
في شغلة تانية، بدي ابحث بتويتر عن قوائم، فباجي هنا انا كيف بدي ابحث عن مثلا متابعين بتويتر، الاقي متابعين، الاقي ناس باهتمامات معينة، فباجي بكتب هنا سايت تويتر، يعني بحث لي بتويتر عن ستارت اب فاوندرز، يعني اي قائمة فيها باسمها كلمة ستارت اب فاوندرز، ببحث هيك، فبتلاقي انه هذا الشخص عنده قائمة بستارت بفاوندرز اند سي اوز اون تويتر، ستارت اب فاوندرز سي اوز، هذا الشخص عنده قائمة هيك وهذا، فبتلاقي قوائم كتير فيها هذا الموضوع. نضغط هنا، فهاي قائمة فيها 15 ممبر، هذولا فاوندرز اوف ستارت اب. هلا كلام هذا ستارت اب فاوندرز بتغير، بحط سوشيال ميديا، بكتب الانجليزي، بكتب العربي، بكتب انفسترز، انجل انفسترز، في سيز، كله بضلني اغير عبين ما الاقي لي قوائم فيها عدد مش بطال بهذا الموضوع من الناس. طيب في كمان نفس الشيء بطريقة أخرى برضو، قوائم تويتر اللي فيها انفسترز عمان، فهنا مثلا بلاقي قوائم على تويتر فيها ناس مستثمرين ومهتمين، أنا حطيت عمان لأنه الأردن كلمة عامة بس عمان بتكون أفضل، فلقيت مينا تيك انفسترز فيها 106 ممبرز، فممتاز، بضغط عليها هنا وبشوف هدول الناس المستثمرين بالمين ستارتابس وبضيفهم واحد ورا الثاني. وهذه نفس الشيء فيها فات سكس لابس وغيره وغيره وغيره. اوكي طلع لنا شيء، طلع لنا شيء، نرجع للبرزنتيشن. في عنا تو تيبس بعدين بنخلص. دينا الشيرينج والراحة. أي شيرينج. آخر تو تيبس. من البحث على تويتر أنا ممكن أبحث عن أي تغريدة بأي موضوع حصلت على تفاعل عالي. فنحكي مثلا أنا بدي التغريدة اللي بتحكي في موضوع تسويق الإلكتروني حصلت على الأقل 10,000 لايك، فبجيب هذا التسويق الإلكتروني 10,000 من في لحظة شوي اكتبها. سو إيش بسوي؟ بكتب التسويق من minimum faves نقطتين 1000، فباجي على تويتر وببحث هنا بهذا الكود، فبحكي له أنا بدي تغريدة حصلت على الأقل على 1000 لايك بتحكي في موضوع التسويق الإلكتروني، فأعطاني هاي. هاي التغريدة فيها الإعجاب 6400 وفيها كلمة تسويق الإلكتروني، ونفس الشيء بغير بدل التسويق الإلكتروني بحط أي موضوع آخر. أي سؤال أريد أتعلم تسويق إلكتروني كيف؟ الجواب احفظ هذا الرابط لأنه ذهب. فهنا حاطط شغلة حلوة وحصلت على 8300 لايك. فهذه النصيحة قبل الأخيرة، والنصيحة الأخيرة انه ممكن اضيف وقت زمني، فممكن احكي انه بدي تغريده حصلت على هذا الكم من اللايكس خلال الفتره هذه، فبدي تغريده تحكي عن الماركتينج حصلت على الاقل 1000 لايك من 1/5 ل 1/9 من السنه هذه، وبيعطيني الحائط. فهدولة برضو البحث الكودات بتويتر بيعطيني نتائج قيمة جدا. البحث بتويتر
قيم أكثر من البحث بالجوجل محرك البحث، لأنه هتلاقي معلومات قيمة أكثر، لأنه محرك البحث تبع جوجل عنده نتائج عامة جدا، ولكن التويتر متخصص أكثر من الجوجل. وهلأ اللي عنده سؤال أنا جاهز. إيش سويت أنا؟ سويت شغل غلط، كبست إشي، نسيت إيش كبست، مش مشكلة. أوكي، ويعطيكم العافية، شكرا جزيلا، وأنا جاهز لأي أسئلة if there is any questions. أميزن خالد، تحب تكبس ما هو أنت، عشان هيك عندك كل النصائح هاي. كبس على شغلة مش عارف إيش هي صراحة. Yeah, very relevant. I took some notes. I know Rizit did as well, and Sarah. So I hope whoever was attending has found the value relevant to their particular startup. The idea when we discussed it with Khaled is to be very actionable, you know. So these are things that is بتقدر تاخدو 40% من اللي اعطاكم يا ويكون يطبق وخير البر عاجله، يعني include it in your thinking, share it with your team. It's very important to share it with your team. One, you internalize the information, becomes more real to you. You know, the best way to learn is to teach somebody else. So do that. And we're also looking in the next phase. We're going to be looking overall on the program and looking at feedback. If you have anything to add or comment, you know, you always know which door to knock on. Khaled, Habibi, it was amazing as usual. Thank you very much. We're very happy you're part of the program. We're looking forward to the next iteration, inshallah, soon. Inshallah. أكيد الماتيريال هلا ببعتها وإن شاء الله ببعث لكم إياها. شكرا كثير دكتور وعلى الفرصة هذه، ونراكم إن شاء الله. والresources خالد، resources هيك in a list، حتى سارة she can find them، بس at least in a list، you know, the URL extractor هدول، because we have a master resource list عم نضلنا نزيد عليها. ممتاز. موجود باللينك، موجود بالبرزنتيشن. يس اوكي اوكي طيب great، thank you so much. شكرا شكرا، يعطيكم العافية.